محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم المنصة الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في توقيت الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 على مسامعكم عبر أثير ألف ألف أف أم. هذا أنا معكم من طائرة المنصة، نحلق بكم دائما فوق ملاعب كرة القدم العالمية والسعودية تحديدا. خليني أبدأ معاكم في تفاصيل حلقتنا اليوم. محمد غازي صدقة من خلف الميكروفون. نروح مباشرة على قطار العناوين. عناوين المنصة. احتفالات الهلال 20 دقيقة و120 رجال. الأربعاء السعودي يبدأ الإعداد لأستراليا. رئيس النصر يهدد بحرمان الأخضر من المونديال. عيون خضراء تراقب حسن كادش. الديني تقدم لشكوى ضد الشباب اليوم. مع محمد غازي. حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب فيكم من جديد بعد العناوين. خلينا نرحب بضيف الإعلامي الحصري دائما على طاولة المنصة الأستاذ سعيد البرمش، وكذلك أيضا ضيوف برنامج المنصة اللي موجودين معانا اليوم. ولكن اليوم أيضا أرحب بمدير النشر الإلكتروني أو رئيس تحرير النشر الإلكتروني بصحيفة النادي الأستاذ بندر فلقي. طبعا من مفاجآت المنصة اليوم بدر عقيل، فريق عمل المنصة بالكامل متواجد في الاستوديو. ولكن المفاجأة وين؟ المفاجأة أنه اليوم اللي راح يكرم أفضل إعلامي تواجد على طاولة المنصة هو ضيفنا طبعا المميز المهندس حسن غنيم، رئيس بلدية الجامعة في أمانة جدة، اللي يحضر معانا على طاولة المنصة، واللي أكيد طبعا تحظى طاولة المنصة بهذا الاهتمام الكبير. وشرف لنا تواجد مثل هذه الشخصيات القيادية اللي تتواجد معانا أيضا في طاولتنا الرياضية. طبعا خليني أول شيء أخذ الترحيب بسعيد. سعيد تفضل. حبيبي، أول حاجة أرحب بالضيوف الكرام، وأرحب بالمهندس حسن غنيم، وأرحب بالزملاء في الاستوديو، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة يا رب بإذن الله. أرحب فيك بندر فلقي. أهلا وسهلا أخوي محمد، تحياتي للزملاء المتواجدين معنا في الاستوديو والمستمعين. أرحب طبعا بالمهندس حسن غنيم، بس تقربنا شوي أبو علي، بس يقربنا المهندس حسن غنيم عشان نبغى ناخذ كذا صوته، وناخذ يعني في له لهجة حجازية حلوة كذا، يعني تعجبنا كذا ما شاء الله على المسامع. رحب فيك مهندس حسن غنيم، تواجدك معنا في طاولة المنصة. مرحبا بك ومرحبا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. تابع برنامجنا دائما المنصة؟ والله يعني أغلب الأحيان. صراحة. أغلب الأحيان، باقي الأحيان في البلدية ومشغول، وكان الله في عونك. حسب الانشغالات والارتباطات يعني صراحة. كان الله في عونك. طيب خليني أسألك سؤال كذا على رياضي. أنا أعرف أنه أنت طبعاً واحد من متابعين نادي الاتحاد وبشكل كبير جداً، ما يحدث في الكرة السعودية حالياً ما هو رأيك فيه وبكل صراحة؟ والله الوضع يعني صراحة شوية يبغاله يعني يبغاله تحسن في الكرة السعودية. فالوضع صراحة مو زي أول في الكرة السعودية، يعني يبغاله يعني ياريت نبدأ في برنامج الخصخصة، نطور من موضوع الكرة، نطور من موضوع الاحتراف، هذه الأمور نحتاجها الآن في الوقت الحالي بصراحة. نعم. احنا طبعا اليوم عندنا تكريم لأفضل إعلامي على طاولة المنصة. طبعا من الأشياء المميزة اللي أنا شفتها أنه التصويت وقف على ما شاء الله تبارك الله، يعني وصل إلى حوالي تقريبا 70,000 مصوت للإعلاميين التالي أسماءهم. مين أفضل إعلامي على طاولة المنصة؟ سعيد المرمش، نبيل الثبيتي، بدر عقيل، أنس موسى، منار شاهين. في الصدارة حتى الآن يمكن خلينا ناخذ ما قفل التصويت. طيب لسه ما قفل التصويت، ولكن حتى الآن الصدارة ربما بندر فلقي، وكمان جاير بندر فلقي ونبيل الثبيتي وأنس موسى ومنار شاهين.
بندر رحب فيك أول شيء، وأنا ما نسيتك بس إنما إيش نبغى نذكر الاستفتاء. لا لا نسيتني ما في. لا ما أقدر أنا. نساك الموت يا رب إن شاء الله. أشكر جميع المصوتين في هذا الاستفتاء، بصراحة فاجأني العدد الكبير المشاركين، وهذا دليل أن برنامج المنصة برنامج متابع. الحمد لله. طبعا بوجودكم وبدعمكم أكيد جميعا. بدر اليوم طبعا يعني هي اليوم دعوة جماعية لجميع فريق عمل المنصة في التواجد، لأنه أكيد هذا محفل كبير بالنسبة لنا نحتفل بأفضل إعلامي موجود على طاولة المنصة. متى حيكون احتفالنا؟ حيكون في نهاية حلقتنا أو قبل لا يمشي طبعا المهندس حسن غنيم اللي قال لي في الحقيقة أنا يعني عاد الجمهور هو حر، هو اللي يضغط عليه إذا كان يبغى يقعد معانا ونلزمه بالقعدة معانا لنهاية الحلقة، ولكن الرجل يقول نص ساعة وأنا أعتذر عن نص ساعة أكرم فيها الفائز وحتوكل على الله. عاد أنا طالبكم أنكم تقولوا له نص ساعة الباقي يقعد. بدر تفضل. أول شيء أمسي عليك أخوي محمد على الزميل هايط الدهاس والحبيب عبد العزيز السحيمي وأمين بارجة، ورحب بالإعلامي بندر فلقي والمهندس حسن غنيم. بخصوص الاستفتاء بالعكس هذا الشيء والله يعني أسعدنا كثير بأمانة الله، يعني أنه شاهدنا أرقام عالية وكبيرة في التصويت، هذا يدل على نجاح هذا البرنامج بقيادتك أخويا محمد، والشكر لله ثم لك في هذا الناحية. شكر لله ولكم أنتم جميعا ولجميع مستمعي المنصة. أنا بالنسبة لي عامل مكمل للبرنامج في نجاحه، ولذلك أنا في النهاية أشكركم أنتم، ومن لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. خليني أقول لك أن البرنامج تميز فيكم أنتم جميعا وأكيد بجمهوره. طبعا هناك من يقول يا عمي قاعدين يبجلوا في برنامجهم ويقولوا والله أنه برنامجهم الرقم واحد. أعتقد الأرقام دليل، تدخل على صفحة تويتر وتشوف التصويت، نسبة التصويت أعلى برنامج إذاعي. أنا أتحدى لو في برنامج إذاعي وصل للرقم اللي احنا وصلنا له في التصويت على الإعلاميين الموجودين في طاولة المنصة. لذلك أنتم علامة فارقة، أنتوا أضفتوا شيء كثير لبرنامج المنصة وطاولة المنصة تحديدا. دعوني أن أشكر العلامة الفارقة فعلا في برنامج المنصة، هم ثنائي محترم أقدم له كل التحية والتقدير. أمين برجة في السوشيال ميديا صنع من السوشيال ميديا في برنامج المنصة فارق كبير. عايد دهاز في الإعداد اللي في الحقيقة تميز بإعداده المميز على طاولة المنصة. خليني أروح مباشرة على العناوين. العناوين عندنا احتفالات الهلال 20 دقيقة و120 رجل، ستكون احتفالية تتويج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين غدا، دوري جميل. الخميس مختصرة بخلاف المواسم الماضية التي كانت تستغرق وقتا طويلا يصيب الجماهير ربما بالملل، وسيكون إجمالي وقت الاحتفالية التي يشارك في عروضها قرابة 120 شخص و20 دقيقة على أرضية الملعب. وأوضحت المصادر أن أنوار الملعب في ملعب الملك فهد الدولي الدرة في الرياض في مسرح المواجهة أمام النصر غدا في الجولة الأخيرة من الدوري ستطفأ بعد نهاية المباراة لتبدأ احتفالية الهلال التي يشارك فيها الفنان حسين الجسمي بعمل يحمل عنوان ذاك المدرج، كما يحضر فيها الفنان راشد الفارس بعمل رقم كم، وسيعرض على شاشة الملعب فيلم يحكي بعضا من مسيرة الهلال في الدوري وأهداف بعض المباريات حتى توج بطلا، إلى جانب مشاهد الأفراح للاعبين والجهازين الفني والإداري. هل سيكون الاحتفال أسطوري في نظرك مهندس حسن؟ والله حسب الشيء اللي بنقرأه ونسمع ونشوفه في الإعلام يعني أتوقع أنه حيكون أسطوري فعلا، لأنه بالذات بعد غياب الهلال عن منصة تتويج الدوري يمكن 5 أو 6 سنوات. نعم. يعني أتوقع أنه حيكون بالصورة الكبيرة اللي حيشوفها جمهور الهلال. بندر، هناك شخصيات مدعوة لحضور التتويج، هل الهلال نظمها أم الرابطة في نظرك بالنسبة لرابطة الدوري المحترفين؟ والله أنا شفنا الأيام الماضية في يعني في تكاتف بين المنظمين، في أيضا صلة في دوري عبد اللطيف جميل، في الداعمين في نادي الهلال، يعني شايفين في يعني تكاتف للظهور بشكل مختلف في تتويج الهلال أمام النصر، ولكن في كلام عن تأجيل، إلى الآن لم نتأكد عن هذه تأجيل المباراة. لا تأجيل الاحتفال، احتفال التتويج يعني حيكون في أي مباراة؟ في مباراة الهلال والتعاون اللي هي في كأس الملك. إيه في كأس الملك. كأس الملك.
13 مايو طبعا الى الان كلام يعني خارج نظرا نظرا ربما لحالة الوفاة. طبعا اللي نقدم كل تعازينا كفريق عمل المنصة وإذاعة ألف ألف للأسرة الحاكمة طبعا أسرة آل سعود في فقيده الغالي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب إن شاء الله وتكون بإذن الله آخر الأحسان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصل قصير راجعين. محمد غازي حياكم الله مستمعين الكرام ورجعنا لكم من جديد أكيد بعد الفاصل على السمع والتواصل. طبعا تشاركونا أكيد عبر أرقام التواصل على 012-61-61-100 وعلى 011-217-8585. خليني أرحب بضيفي الكريم المهندس حسن غنيم واحد من رواد أيضا القرار في أبانة جدة في بلدية الجامعة اللي يتواجد معنا اليوم لتكريم واحد من إعلاميين المنصة اللي راح يكون معنا فائز في تصويت الجماهير لأفضل إعلامي على طاولة المنصة. طبعا وردنا قبل قليل تأجيل تتويج الهلال ببطولة الدوري إلى مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك بالرياض يوم 13 مايو الموافق السبت 17 شعبان بعد موافقة التعاون قبل قليل. هذه طبعا آخر الأخبار اللي وصلتنا للتو من الإعداد مباشرة. الأربعاء السعودي يبدأ الإعداد لأستراليا. تقرر أن يبدأ المنتخب السعودي لكرة القدم الأربعاء المقبل برنامج التحضير لمواجهة أستراليا في 8 يونيو المقبل ضمن مباريات الجولة 8 في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018. وسينطلق البرنامج الذي يتكون من 3 مراحل بمعسكر داخلي في الرياض يستمر أسبوعا ويقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة محلية مع أنديتهم. وتنطلق المرحلة الثانية بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية من 20-27 من مايو وستقتصر كذلك على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا. في المرحلة الثالثة والأخيرة فسوف يقيم الأخضر معسكرا خارجيا في مدينة أدليدا الأسترالية نهاية الشهر الجاري. هل المنتخب قادر على الفوز في أستراليا في توقعاتك مهندس حسن؟ والله أنا متوقع أنه إن شاء الله يتجاوز. تتوقع يتجاوزها؟ مباراة هتكون في رمضان في 13 رمضان هتكون صعبة جدا هذا. والله هذا هو التحدي للعيبة صراحة ولا الفترة الحالية المنتخب السعودي صراحة في وي عطاءه لأنه لنا فترة كبيرة ما بنشوف المنتخب السعودي بهذا المستوى وهذا التكاتف والتلاحم بين اللعيبة. نعم اللي يعرفه طبعا عن شخصك الكريم أنت عضو شرف اتحادي. صحيح. كلام جميل. كيف يمر الاتحاد في هذه الفترة بالنسبة لك؟ والله فترة صعبة يمر فيها الاتحاد من أصعب فتراته في تاريخه 90 سنة كلها يعني. إن شاء الله إن شاء الله رجال الاتحاد قادرين على إنه نخرج بالأزمة هذه في بوقوف رجال الاتحاد وبتكاتف الجميع إن شاء الله. كلام جميل. بندر هل المنتخب قادر على التجاوز في الفترة المقبلة للمنتخب الأسترالي وماذا يحتاج المنتخب السعودي من أجل تجاوز هذه المهمة وتأهل لمونديال روسيا؟ المنتخب السعودي قادر على التأهل في المباراة القادمة. هي مباراة صعبة صراحة يعني من أهم المباريات في المرحلة القادمة. تعتبر المباراة القادمة أمام أستراليا من عطف خطر المنتخب السعودي. في تفاؤل كبير من الجمهور السعودي بالتأهل إلى المونديال القادم. المنتخب السعودي قادر، لدينا لاعبين من الطراز عالي، بإمكاننا إن شاء الله التأهل حتى وإن كانت المباراة في رمضان. يعني في 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 تكاتف من الاتحاد السعودي من الجمهور من اللاعبين على تجاوز هذه المرحلة الهامة جدا. وإن شاء الله يعني إحنا متفائلين كثير في المنتخب السعودي إنه يتجاوز المنتخب الأسترالي ويضمن بشكل كبير. يعني عندنا مباراتين مهمة أمام اليابان وأمام أستراليا وأيضا مباراة الأمارات. يعني الأمارات دخلت في المنافسة أيضا ولديها لازال لديها أمال في التأهل. نعم. ولكن المنتخب السعودي إن شاء الله قادر. يعني إحنا شفنا المرحلة الماضية والمباريات الماضية بصراحة يعني المنتخب السعودي فاجأنا.
المشاكس دائما على طاولة المنصة أعتقد سعيد المرمش، يعني اليوم كذا تارك المجال وما يبغى أحد يسمع له صوت، ما أخذ له سعيد كذا قاعد يتفرج على يوفنتوس وموناكو، لذلك إحنا سعيد على طاولة المنصة ما عندنا دوري أبطال أوروبا الحين، الحديث عن رياضة السعودية حنروح لك على دوري أبطال أوروبا ولا يهمك، لكن رئيس نادي النصر يهدد بحرمان الأخضر من المونديال، أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر فيديو تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي في احدى الجلسات الشخصيه عن رغبته في الذهاب بعيدا في قضيه عوض خميس، مؤكدا انه لن يتنازل عن حقوق ناديه حتى لو كلفه ذلك بايقاف النشاط الكروي في المملكه وحرمان المنتخب الوطني من التاهل الى منافسات كاس العالم 2018 في روسيا، واكد عزمه على ايقاف الاتحاد المحلي كما حدث في الكويت قائلا من الممكن ان لا نذهب لكاس العالم، تحسبوني أمزح؟ من البداية أنا لا أمزح، قد يتجمد النشاط المحلي كما هو في الكويت، كما انتقد أنظمة الاحتراف المحلية مؤكدا أن هيئة العامة للرياضة والاتحاد المحلي لن يكون بمقدورهما ضبط مصروفات الأندية وصعب التحكم بالأموال التي يدفعها كل نادي، مؤكدا أن هذا الأمر سيبقى كما هو بعد الخصخصة. هل ينفذ كحيلان تهديده ويصعد القضية للفيفا سعيد؟ والله محمد شوف الأمير فيصل بن تركي صراحة رجل وقور ورجل محترم ورجل هدد الاتحاد السعودي لكرة القدم بالقانون. سمعت كمان اللي هو عادل الملحم قبل يومين كان معانا قال ممكن يروح بعيد في القضية حقت عوض خميس ومقرب من البيت. شوف أنا قلت لك على قد ما أحب الأمير هذا وعلى قد ما أقول يعني هذا يجب إنه بعض رؤساء الأندية يأخذوا دورة عنده في حقوق ناديهم، كيف يدافع عن حقوق ناديه هذا الرجل؟ يعني بأمانة أنا أحترمه كثير وأقدره كثير لأنه جالس يدافع عن حقوق النصر باستماتة ودائما وأبدا يعني على حق، يعني هذا الرجل على حق. بس أنا أقول لك من طاولة المنصة الأمير فيصل بن تركي لن يقوم إطلاقا بشكوى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأنه رجل هو رياضي ورجل فاهم وراح يقدر الاتحاد السعودي الجديد، والاتحاد السعودي الجديد لسه يعني ما كمل 3 شهور، والأمير دائما وأبدا يعني ما يكون واقف مع الاتحاد. يعني صحيح لحظة غضب شوف ولا لا، ولحظة أنه الرجل دافع 285 مليون من جيبه الخاص، هذه كمان توجع في القلب لما أنا أدفع هذه المبالغ وانظلم بالنسبة له أنه انظلم من لجنة الاحتراف أو من المحكمة. الأمير زي ما قلت لك الأمير فيصل بن تركي رجل يعني طيب إلى أبعد الحدود، فلا أعتقد إطلاقا سيقف مع الاتحاد الجديد في هذه القضية. نعم بندر لو بغسلك، هل تملك إدارة النصر أدلة تدين الاتحاد السعودي على موقفها في موقف اللاعب عوض خميس؟ من سؤالك أخوي محمد يعني على أن النصر مظلوم في الموضوع، النصر مو مظلوم في الموضوع، تجاوز النصر واضح في موضوع عوض خميس، وأيضا تجاوز الهلال واضح، يعني أنا ما أشوف يستاهل الموضوع كل الهيلمان اللي أنا شايفه، وأنه في شكوى للفيفا. سعيد يقول لك الأمير فيصل بن تركي ربما لن يتقدم بالشكوى للفيفا، ولكن الكلام من الأساس لن يتقدم. لماذا تقدم ليه؟ مع انه يعني الرجل بالفيديو اللي يدينه الفيديو اعتقد واضح الامور. لا بس انه ما تصل انه تضر الكره السعوديه يعني لا بندر ما في احد يتمنى بندر معلش بندر معلش اذا كان انا معلش معلش بندر اذا كان لي انا حقوق وما في احد يقدر ياخذها لا ارفع شكوى للاتحاد الدولي. وين المحكمه الرياضيه؟ معلش اذا كانت المحكمه الرياضيه قراراتها ما هي صحيحه وبالاساس ليه الانديه كلها وقعت على موافقه على ان تكون المحكمه وقعت. شوف يا بندر انا لما انا اجي اوقع معك في المحكمه واشوف اني انا مظلوم، حتى المحكمه مفروض إذا 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 أنا ما قبلت برأيها ترفع للاتحاد الدولي، المحكمة ترفع. أنت قانونيا عندما تدخل المحكمة ما تتجه للفيفا، المحكمة هو آخر طريق لك، يعني ما هذه موقعين كل الأندية على هذا الموضوع. معليش أنا عارف إنه الأندية موقعين طيب. بس يعني معليش المحكمة شوف من رأسها تمام. الرجل هنا معايا ولا لا؟ شوف يا بندر إحنا لابد نكون واقعيين. يعني تبغى تقنعني إنه موضوع أول خميس النصر انظلم في الموضوع؟ لا الفريقين مغطين طيب، بس الرجل ممكن عنده اشياء انت ما تعرفها ولا انا اعرفها. طيب الرجل عنده ادله. لا مو لازم انه انا لما يكون عندي دليل اجي اطلع لك للراي العام، انا عندي ادلتي وعندي مستنداتي وبراهيني ارفعها للاتحاد الدولي. بس انا قلت لك انت بتقول انه الرجل لا يمكن انه يتقدم. لا بس هو لا بندر يقول انه انا برد على بندر انه ممكن انه
ما له حق. كيف ما له حق؟ إلا له حق. طيب خلينا أي شخص بعد نشوف يا محمد. إحنا عندنا مشكلة. إذا أنا أهلاوي وبندر اتحادي وذا نصراوي كذا كل يبغى مزاجه. لا. أيام 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 ما كان البرقان الناس كلهم ضد البرقان وبندر كان مع البرقان. لا دقيقة. لا أنا ما قلت مع البرقان أو ضد البرقان. محمد بس عشان أرد على سعيد في الموضوع هذا. أنا ما كنت ضد البرقان أو مع البرقان. البرقان فيه له إيجابيات وله سلبيات. إيش إيجابياته؟ إيجابياته أقول لك من ضمن إيجابياته خلى دوري المحترفين دوري هو. هذا من ضمن إيجابياته. إلا عاجبكم عاجبكم لأنه أول فريق مع احترامي لك يا بندر الاتحاد جاب تنبختي وخلى هاوي. هذا الموضوع قانون. هذا قانون. إيش القانون؟ قانون غلط. عجبك مع له سلبيات له. لا انا هذا معليش اتفق معك هذا القانون ضد القانون. لكن قائد المنتخب السعودي في دوري هو على مستوى اسيا هاوي افضل لعيبه سعوديين هو. انا اتفق معك في هذا الموضوع لكن ما امحي كل الايجابيات. ايش الايجابيات؟ انا اديني الايجابيات. ايش الايجابيات قبل الايجابيات؟ سقف اللاعبين بس. هذا هو سقف اللاعبين يا ساتر. سقف اللاعبين غلط. لا مو غلط الا غلط. كل العالم سقف اللاعبين مفتوح الا عندك في السعوديه يا اخي انت اساسا سقف اللاعبين هذا صار فيه تحايل. طيب. انا ابغى لما تقول لي ايجابيات تديني ايجابيات تقول لي 1 2 3 4 هذه الايجابيات. طيب خليني اسال. انت لا تاخذ الموضوع على انه ايجابيات وسلبيات تحطها في صالحك. لا له ايجابي. ما في شخص عمل في الكوره السعوديه تحديدا الا له ايجابيات. ايوه بس هذا عمل. معلش هذا عمل. ما امحي كل شغل برا. بس اسمعني ابغى الايجابيات اللي استفادت منها الكره السعوديه. طيب خليني اسال معايا عضو شرف اتحادي الان موجود معنا على الطاوله. في رايك هل فعلا كما ذكر سعيد نفس الكلام انه الدوري انقلب هو سعيد ياخذنا الصوت؟ والله شوف انا وجهه نظر مع الاخ سعيد هي فعلا في سلب. يمكن يكون في سلبيه موضوع الهواء هذا. نعم. ولكن كل الاغلب الانديه استفادت. هو تطرق انه الاتحاد اول ما بدا تنبكتي ولكن الاهلي اخذ عبد الفتاح السيري الهلال اخذ اسامه هوساوي فاغلب الانديه استفادت من هذه. وين كانت سلبيه بس الانديه استفادت من هذا الشيء. ايوه معلش استفادت الانديه وطبلته لانه كان النظام كان في صالح الاتحاد. لما جت القضايا الباقيه بندر يقول بطوله الصوت. انا ما اخذها بطوله الصوت. انا اخذها بالقانون. لا بالقانون. لا معلش عشان بندر لا معلش انت قضيه سعيد المولد الى الان معايا ولا تورق وتاكل معاك انت بالذات. إيه؟ انا بتكلم بالقانون. طبعا الكره السعوديه الاتحاد انظلم فيها شيء واضح. يا سلام انظلم فيها الاتحاد. عمر الاتحاد الدولي ما يظلم احد. عمر الاتحاد الدولي ما يظلم احد. انت شايف انه مظلوم. وهل انت اخذتوها بالاتحاد الدولي؟ اخذناها بالاتحاد الدولي. الان القضيه ما قفلت. طيب وليش انت تقول انظلم؟ هي انظلم الاتحاد الدولي. بعدين انا عمري ما اخذ بطوله الصوت. انا اخذ بالادله والبراهين. هو يقول انت تاخذها بطوله الصوت. طيب لا انا عندي قوانين وعندي دوري كان محترفين صار هو. انت معجب انتم من الناس اللي ما تهمك مصلحه الكره السعوديه. تهمك بس انه انا والله البرقان كويس بس. هذا كلام مردود عليك. لا مردود عليك انت اللي تقول انه البرقان كويس. انا اقول لك الرجل من افضل. انت قاعد تقول البرقان دقيقه ابو علي من افضل من مر على لجنه الاحتراف. واتمنى ان يعود لجنه الاحتراف. كلام جميل مهندس حسن. شوف زي ما تفضل هي البرقان في له ايجابيات وله سلبيات احنا ما بنقول فيها شيء. ولكن زي ما تفضل الاخ بندر انا اشوفه من افضل الناس او الرجال اللي اشتغلوا في لجنه الاحتراف. نعم. بدليل الان اللجنه الجديده بعد دخلنا في قضيه الاهلي يا رجل هربت ما كملت شهرين بالضبط. اللجنه الجديده يعني دخلوا كل مين اتهرب من قضيه الاهلي ونادي الشباب في قضيه العويش. نعم. الان قضيه عوض خميس. فالكل ما عارف يتخذ قرار بصراحه بدليل المده الزمنيه الطويله اللي اخذوها فيها في 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 معارضه القضيه وفي اصدار قرارات حول القضيه هذه. وهذه بتدينا سلبيات كبيره في عندنا ما ضمن سلبيات الكره السعوديه بصراحة. نعم مهندس حسن لو انت مكان انت الان عضو شرف في نادي الاتحاد لو انت مكان الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر راح تتخذ خطوه انك تطلع للفيفا وتوقف المنتخب السعودي عن تاهل صراحه. مهما يعني احنا بنتكلم على 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 وطن وعلى منتخب وعلى داخل على اجواء كاس العالم. عمليا نترك العاطفه. عمليا ما عندك استعداد تضحي المنتخب؟ لا بصراحه لا ما عندك. لا ما راح تصعدها للفيفا؟ لا ما لو انا ما صعدها للفيفا. ولكن هذه عفوا اخ محمد هذه من ضمن الامور اللي المفروض تدرس من السلبيات في الاتحاد السعودي يعني. نعم يعني ما لازم يدرسوا القضايا هذه. بدر عقيل والله شوف الامير فيصل بن تركي طبعا كان التصريح حقه طبعا يعني الكل يعني متاكد انه فتره غضب. والامير فيصل بن تركي رجل واعي
يعشق الكرة السعودية، ولكن موضوع انه يسمح انه يذهب ولا ما يذهب، شوف مدام عنده شيء يثبت انه يدافع عن نادي ما حد يقدر يمنع انه هو مثلا يروح يتقاضى في اي جهة. طب انت قضائية. مع بندر عقيل او مع انا بدر عقيل، هذا بندر فلقي. لا عفوا بندر فلقي، مع بندر فلقي ولا مع سعيد المرمش لما قال بطولة صوت، ولا مع كلام مهندس حسن؟ والله شوف لا بطولة، بما انك سامع الحديث والله شوف لا بطولة صوت ولا اي شيء، ولكن استاذ بندر فلقي كان له راي والاستاذ سعيد له راي، وانا ايضا حيكون لي راي والاستاذ برضه حسن له راي. نعم. انا اشوف عبد الله برقان ما قدم اي شيء للجنة الاحتراف، يعني انت مؤيد لكلام سعيد. هم بيقولوا انه حد من الـ 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 موضوع سقف العقود وما العقود، اهو الامير فيصل بن تركي الشيء اللي ماسكه الان مقدم العقد 6 مليون ريال. يعني ما سوى اي شيء عبد الله البرقان في لجنة الاحتراف. لا الهلال تعاقب على الموضوع هذا. طيب كلام جميل ها، بس ايوه تعاقب من انت تقول بعد البرقام ما في حد، تعاقب من الاتحاد الجديد. طيب انت تقول ما في احد، وبعدين انا للاسف تقوله ما في جان افضل من البرقان، هو اساسا في الاحتراف جاء غير البرقان على اساس احنا نجلس نحكم على الناس. صح. انتم جالسين الان تقيموا البرقان وتقولوا البرقان هو الافضل هو الافضل هو الاحسن، بس انا اللي انا اقوله الاتحاد الجديد انتم حكمتوا عليه وفلان استقال وفلان ما استقال، اللي استقالوا هم فين اساسا؟ من فين؟ معلش مع احترامي طارق التواجري استقال لانه ما مشي الشيء اللي في راسه، يجيب لنا اللوائح والقوانين اللي بتها في 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 في, في نادي النصر وفي اللاعب وكذا، واحنا نحترم يجيب لنا اللائحه يجيب لنا القانون واحنا نحترم رايه. هو ظهر طيب ظهر طيب باللوائح ولكن الاتحاد السعودي رفضها. كلام جميل. طبعا هناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل مهندس حسن غنيم انت قلت لي نص ساعه ما راح تخادرنا ان شاء الله لنهايه الحلقه، فاصل قصير وطبعا اكيد اعلامي المنصه يمونوا على حسن غنيم لذلك طبعا هو كريم واحنا نستاهل. ابشر ابشر يطول بعمرك. فاصل قصير مستمعين الكرام خليكم معنا على السماع، بعد الفاصل حناخذ تواصلكم وتشاركونا اكيد ما يطرح على طاوله المنصه، وكمان راح اكيد تتوجوا معنا افضل اعلامي على طاوله المنصه باصواتكم. فاصل وراجعين. محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل اكيد على السمع والتواصل عبر الارقام التاليه على 0126161100 و0112178585. كمان خليني ازيدكم من الشعر بيت ومن الشوق ابيات. اليوم وكاله عطلات العمود تقدم اسبوعين دراسيه في لندن في أفضل معاهد بريطانيا لتعليم اللغة الإنجليزية، يعني اللي يبغى يتكلم كذا لغة إنجليزية هلو هاو ار يو ام فاين ثانك يو الله علي قاعد استعرض الأمور، بس ترى هذا لا أعرف، وبعد كذا تسألني في أي شيء ثاني الدنيا مضروبة عندي، يدوب أفك الخط عربي. لكن خليني طبعا أذكركم بأرقام الرسائل، راح نطرح عليكم سؤال وراح تجاوبونا من خلال أرقام الرسائل على STC 80 STC STC. طيب زين 66301 زين عفوا موبايلي 66301 زين 70 13 13، واستيسي راح نذكر الرقم، والله أنا بيني وبينك يعني ناسي رقم استيسي لكن حنرجع نذكره ثاني مرة عشان تجاوبونا على السؤال. خلينا طيحت الدنيا يا شباب، إيش فيكم اليوم؟ طيب STC 851040 موبايلي 66301 زين 70 13 13. حنتكلم في سؤال حلقتنا اليوم، من في رأيك اللي راح يكون واحد من يفوز بالترشيح في نادي الاتحاد والانتخابات الاتحادية؟ هل هو منصور البلوي أم المهندس حاتم باعشن أم أنمار الحايلي؟ ثلاثي طبعا مرشح لملف هذا سؤال حلقتنا الاستفتاء، ولكن سؤال المسابقة راح أطرحه عليكم بعد شوي أكيد عشان في النهاية تعطونا طبعا رأيكم. خليني أخذ اتصال وارجع ثاني مرة في التفاصيل. ألو مرحبا. ألو ألو هلا وسهلا، مين معاي من وين؟ ماهر الجهني من جدة. هلا يا ماهر مرحبتين، كيف حالك يا محمد؟ الله يبارك فيك ويسلمك. بس قبل ما اقول حاجه بقول كلمتين كذا، قول. للاسف اعلام الاهلي خذ الاهلي كثير السنه هذه. طيب قطع الخط، اكيد يرجع يتواصل معنا ماهر، انت اكيد تسمعنا. عموما ارقام التواصل على 012 616 1100
0112178585. خليني أرجع ثاني مرة في الخبر طبعا اللي هو عيون خضراء تراقب كادش، خاطبت شخصيات شرفية أهلاوية إدارة نادي الاتفاق بهدف نقل خدمات حسن كادش مدافع فريق كرة القدم في النادي إلى جدة الموسم المقبل بديلا للمصري محمد عبد الشافي وفق مصادر مطلعة. ودخل التفاوض الجديد على خط إجراءات مماثلة قادتها شخصيات نصراوية لنقل اللاعب إلى العاصمة. وبينت المصادر أن التفاوض لم يأخذ أي صفة رسمية بعد، ولكنها أكدت أن النادي الأهلي سيبعث خطابا رسميا بعد نهاية الدوري يطلب فيه التعاقد مع اللاعب الذي ما زال في عقده مع الاتفاق 3 مواسم. وإشارة المصادر إلى أن الأهلاويين يحاولون تدعيم صفوفهم بكادش لإفساح المجال للتعاقد مع قلب دفاع أجنبي يعوض غياب أسامة هوساوي. هل تعد الصفقة في حال اتفاقها جيدة في نظرك؟ صفقة جيدة بالنسبة للأهلي الصمد أو أي نادي سعودي آخر. نعم أبو علي. شوف محمد، الفترة القادمة صراحة ما في فريق يقدر يتعاقد إلا النادي الأهلي بعد أن ضخ الأمير خالد بن عبد الله 16 مليون الفترة اللي فاتت. الأهلي النادي الوحيد في المملكة اللي لا يوجد عليه ديون إطلاقا، لا داخلية ولا خارجية. صفى أبو فيصل جميع أي صفى جميع الديون الخارجية الأهلاوية كاملة، ما في أي فريق. الفرق اللي أنت جالس تتكلم عنها، النصر دحين داخل في عنده فترة عدم تسجيل، عنده ديون للفريق النصراوي. الظاهر الأهلي الأقرب في الفترة الجاية في أي لاعب في السعودية راح ينتقل، الأهلي أقرب فريق له لأنه الأهلي ما عنده ديون، كل الأندية عندها ديون بما فيهم حتى نادي الهلال. نعم. طيب بندر، والله صفقة حسن كادش لو تمت صفقة ناجحة بصراحة، يعني من الأظهر الأفضل الآن في السعودية ولاعب دولي حاليا. نعم. ولكن انتقال الأهلي يعني أن اللاعب محمد الشافي سيرحل، هذه إشارة واضحة. طيب هنأخذ اتصال بس ونرجع ثاني مرة في حديثنا. مساء المنصة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا. مين معي من وين؟ معك محمد من جيزان. هلا يا أبو حميد، مرحبتين أخوي، تفضل حبيبي. أمسي عليك وعلى ضيوفك، هذا أول شيء، برنامج رائع بصراحة. طول لي بعمرك يا حبيبي، شاهدنا. وأنا من أشد المتابعين لك من أول، يعني من تقريبا 2 سنين. يطول لي بعمرك يا حبيبي، شاهد أعتز فيها يا أبو حميد. الله حبيبي على عيني وراسي. أنا بتكلم عن سؤال الحلقة اللي هو الأنسب لإدارة نادي الاتحاد الفترة هذه. نعم. من الاتحادي. نعم. وبتكلم عن نادية، يعني بصراحة أنا أشوف الأنسب للمرحلة بس يبغى له دعم ابو محمود سلحه حاتم باعشين صراحه الانسب المرحله القادمه، لانه هو شغال بهدوء شديد، يعني قدر المستطاع هو بيحاول يخرج النادي، ما بيعمل بشوشره، بيشتغل بس يبغى يرجع هيبه العميد زي ما كانت. ومشي على الطريق هذا، يعني حقق بطوله العميد بعد غياب يمكن 5 أو 6 سنوات ما حقق فيها العميد ولا بطوله. هذا شيء يحسب له، وان شاء الله انه يستمر. يعني انا اتمنى استمراره كرئيس نادي الاتحاد بس بتكاتف من أعضاء الشرف حواليه، لأنه هذا أهم شيء. نعم، شكرا يا أبو حميد، يعطيك العافية. تفضل. أتكلم عن بس طرحت أنت أنه كادش اللي هو حق الاتفاق. نعم. صراحة جارنا الأهلاوي إذا تعاقد مع لاعب زي كادش صراحة مكسب كبير راح يكون. صفقة مميزة. صفقة مميزة، لأنه صراحة اللاعب لفت النظر في الفترة اللي راحت بشكل كبير، وحيكون المكاسب للأهلي، وربنا يوفقهم إذا فعلا حبوا يتعاقدوا معاه، راح يكون مكسب كبير للنادي الاهلي. ويعطيك العافيه. شكرا يا ابو حميد، يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصه. الو. الو، يا هلا وسهلا اختي حنان، كيفك محمد؟ كيف استاذ سعيد؟ هلا حياك. سهلا. اول حاجه اقول الحمد لله على السلامه لعمر الصومه، وربي ان شاء الله يقومه بالسلامه. الحمد لله على السلامه. اتمنى يعني الجمهور السعودي يذكر الله يعني. طيب. والشيء الثاني يعني شون كادش هذا يفيد الأهلي أم لا؟ يعني السؤال هذا سعيد. وحبيت أسأل يعني متى مباراة الهلال والنصر؟ غدا بإذن الله. شكرا، يعطيكم العافية. يا هلا وسهلا، حيجاوبك على السؤال الثاني سعيد أكيد. ناخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا ماهر، تفضل يا حبيبي. أنا بتكلم عن قضية اللاعب الشجاني، هذه ما هي قضية بطولة أو غير بطولة، هذه قضية خطيرة إن أنا أزور في أمر لاعب عشان يلعب في فئات سنية. المفترض مني أنا أنشئ جيل جديد. نعم. للمنتخب السعودي، لكن أجيب لاعب وأزور في عمره ما أدري هو الهلال زور الشخص اللي وقع معاه
هل عندهم علم؟ لكن خالد بن نصر كان في وضع غير، سوى نفسه ميت ما كأنه شاف شيء. نعم. مع أنه كل الدلائل موجودة عنده. استغربوا أكثر من إدارة الأهلي وإعلام الأهلي تكثير عن الموضوع، ما كأنه صار شيء. هذه قضية ممكن تتكرر السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها إذا استمر الوضع زي ما هو. مطروحة طبعا لأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يجيب عليها، ولو كان في مسؤول إعلامي أكيد متحدث يقدر يجاوبنا عليها في حال أنه سمع طبعا. يعني أكيد اللاعب فين اختفى؟ من بعد المباراة هذه اللاعب اختفى، ما عاد لعب ولا مباراة. بس كلام جميل. جميل إن شاء الله. شكرا لك يا ماهر، يعطيك ألف عافية أخوي. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. مساء الخير. يا هلا وسهلا، مساك أنوار، بس يا ليت توطي لي شوي صوت الراديو. لا قفلت مرة واحدة. يطول لي بعمرك ويحفظ قدرك يا رب. تفضل يا حبيبي. مساك الله بالخير وضيوفك كلهم، معك سعيد والأخوان كلهم اللي عندك. يطول لي بعمرك يا حبيبي. يا هلا. أقول الله يسعدك يا حبيبي. بالنسبة للموضوع، الموضوع اللي هو شكوى كحيلان على 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 الاتحاد السعودي. نعم. أنا أتوقع إنه فعلا يعني لابد يعني يمضي فيها بحيث انه فعلا الحق يعني ياخذ. صح النصر يعني قد يكون النصر ما هو مظلوم، لكن الهلال ما 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 تعاقب زي ما فعلا ممكن انه يتعاقب، بحكم انه اعطى يعني شيك ب 6 مليون وفي الاخير يقول قربة حسنة وقيمة بيته او شيء زي كذا. ثانيا انا اقول لك ليلة الاحتراف عندنا يعني اتوقع انه المفروض انه يستلمها ناس فاهمين، يعني ناس فاهمين في الاحتراف، مو تجيب اي واحد يعني تحطه وتقول هذا مسؤول احتراف. لا يا اخي جيب ناس يعني زي ما يقولون اعطي الخبز خباز، اعطي بالعاميه يعني اعطي الانسان اللي يفهم في الحاجه هذه. وهذه هي مشكلتنا ترى، كل مشكله الاتحاد السعودي والكره السعوديه كلها بالمحسوبيات، ما في كوادر يا اخي. البلد فيه والله فيه كوادر ممكن انها تغطي وتؤدي اللي عليها. بالنسبه لصفقه الاهلي بكابش انا اقول بان لها صفقه موفقه وجيدة. كذلك نقول للكابتن عمر السومة ألف سلام عليك وسأل الله العليم من الله يجعل ذلك يعني طهور لا بأس له إن شاء الله ويشفيه ويرجع للملاعب وللكرة إن شاء الله على خير، نسأل الله ذلك. وبالتوفيق لكل الأندية السعودية في آسيا، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم الله يعطيك العافية، شكرا لك حبيبي. نأخذ اتصال ثاني ونقول مساء المنصة. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا أخوي عبد الله. كيف الحال؟ مرحبتين اخوي محمد، ومسي عليك ومسي على ضيوفك. يا هلا وسهلا. الله يحيي سعيد الاستاذ بندر. الله يحيي. ابغى اعلق على موضوع انتخابات الاتحاد. تفضل تفضل. يعني الان سامعك تقول المرشحين اللي هو منصور البلوي وانمار الحايل. انمار الحايل، منصور البلوي، وكمان حاتم باشا. نعم طبعا الان اغلب جمهور الاتحاد او ممكن اقول لك 90% كلهم مع استمرار باعشين. ولكن السؤال ليش منصور البلوي دخل هذه الانتخابات؟ هل يبغى مصلحة الاتحاد أم يبغى تصفية حسابات؟ طيب منصور البلوي كان أخوه العام الماضي كان رئيس، يعني المفترض كان لو كان يبغى مصلحة الاتحاد يدعم أخوه اللي هو فرضه على جمهور الاتحاد. نعم. فيعني للأسف دائما نشوف منصور دائما يحارب النجاح في نادي الاتحاد. يعني الان اداره باعشن الان نجحت وكل الجمهور الرياضي عارف يعني متاكد من نجاح اداره باعشن، فيفترض بالاتحادين اعضاء الشرف دعم هذه الاداره حتى تستمر. ولكن الان مساله الانتخابات صدقوني ما هي لصالح الاتحاد نهائيا، وكل الوعود نعم اللي قالها منصور البلوي ما حتتحقق. لأن شفنا قبل سنتين يعني الاتحاد جلب لعيبة ولعيبة عالميين ونجوم وفوق كذا ما جابوا ولا شيء. نعم. لكن شفنا الآن مع إدارة باعشين بطولة، وقبلها مع إدارة جمجوم عدنان جمجوم اللح حورب من قبل منصور البلوي وأخوه حقق كأس الملك بشباب بلاعبين شباب. طيب أي وصلت يا حبيبي عبد الله، الله يعطيك العافية. طبعا بندر سؤال، لماذا منصور البلوي لم يدعم شقيقه إبراهيم؟ والله اللي واضح انه دعمه في البداية، لكن في النهاية في المنتصف ما دعمه لأسباب. يعني ليش؟ اتوقع انه عودة بيتوركا كانت سبب رئيسي في عدم دعم يعني عدم دعم إبراهيم. نعم.
كان مختلف في هذا الموضوع حسب ما نسمع، لكن مو كلام أكيد. ولكن علشان بقى في كلام برد عليه على الزميل المتصل قبل قليل، يقول ليه يقدم منصور وليه يقدم؟ طيب أنمار مقدم ومنصور مقدم، وإلى يعني أنمار هو الأكيد إلى الآن يعني حاتم باعشن ما أتوقع إلى الآن، وحتى منصور يعني أنا ما أشوف إنه في بوادر تقديم، يعني اللي واضح أمامي إنه في أنمار جاهز يعني حسب تصريحه الأخير. يعني في النهاية الانتخابات الإلكترونية هي حل لنادي الاتحاد، يعني فيها ملايين بعيدا عن كان الرئيس، يعني تحقق بطولة مو كل شيء، حقق بطولة والنادي ديون 60-70 مليون هذه مشكلة. صحيح، يعني احنا شفنا الإدارة الحالية نجحت نجاح باهر داخل الملعب، يعني انا اشوف التيم الحالي مع نادي الاتحاد من 5 سنوات أو 6 سنوات لم نراه، حتى المستويات اللي قدمها الاتحاد يعني مستويات بصراحة مستويات جيدة وجميلة، ولكن الاتحاد فشل خارج الملعب، هذا شيء واضح. يعني كلام جميل. مهندس حسن، لو بيدك ترشح مين من بين الثلاثة؟ والله أشوف زي ما تفضل الأخ بندر، هي الإدارة الحالية نجحت داخل الملعب في إدارة الفريق ونجحت في النتائج المميزة الموسم هذا. أنا اعتراض على الأخوان يقول لك ليش منصور يقدم أو ليش ما يقدم، أنت اللي بيدك ترشح منصور وترشح غير منصور. صحيح، يعني أنت يقدم منصور ولا يقدم إبراهيم ولا يقدم عادل جمجوم، أي شخص اتحادي يشوف في نفس القدرة أن يدير نادي الاتحاد يقدم، لكن القرار أولا وأخيرا في يد الجمهور. نعم، ايه، فانت تقول لي ليش ما يقدم؟ انت لا ترشحه، مو ضروري انه لازم ما يقدم عشان انت ما ترشحه. وبعدين ليش ناخذ يعني ابراهيم عنده سلبيات كبيره في الاداره وسبب مشاكل كبيره في نادي الاتحاد، ليش نحط منصور في المشكله هذه؟ منصور حقق انجازات كبيره مع نادي الاتحاد ولو انجازات لا زالت مسجله الى الان، ما في رئيس نادي اتحادي جاء حقق انجازات اللي جابها منصور، وين كان دعم عنده؟ لقى دعم. نعم، حاتم بعيشين عنده دعم برضه ونجح برضه، يعني نفس الخط ماشين. ولكن انا يعني اقول لك رشح مين ولا ما رشح مين، نتاكد مين اول شيء اللي قدم في الانتخابات التاكيديه، وبعد كده الجمهور الاتحاد له قرار. يعني نعم، طبعا مستمعينا الكرام راح يكون بعد الفاصل مباشره تتويج افضل اعلامي على طاوله المنصه، وحديثنا سيستمر معاكم إن شاء الله لنهاية الساعة 11، وبعد كذا الحديث سيستمر عن أيضا الرياضة السعودية وما يدور في كواليسها، وبعد الفاصل نأخذ تواصلكم أكيد على السماع، خليكم دائما معانا على طاولة المنصة. محمد غازي. حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل على السمع والتواصل عبر الأرقام التالية على 012-61-61-100 وعلى 011-12-17-85-5. طبعا سؤال حلقتنا اليوم، من هو هداف المنتخب السعودي في كأس الخليج؟ هداف المنتخب السعودي في كأس الخليج، الإجابة هل يكون ياسر القحطاني، مالك معاذ، كذلك أيضا سعد الحارثي، ولا ماجد عبد الله؟ شو تقول مهندس حسن؟ أنا ماجد عبد الله. ماجد عبد الله، كم هدف تقريبا؟ والله ما عندي إحصائية، يعني أتوقع حدود يمكن 20 هدف. 20 هدف. أها بندر، إيش هو؟ مين بين الأربعة اللي اخترنا اسمه؟ ماجد وماجد، يعني أشوف إنه هو الهدف التاريخي يعني. ماجد. طيب كم هدف؟ كم أعطينا اختيارات. طيب ها؟ أعطينا اختيارات. أنا قلت لك مالك معاذ، ياسر القحطاني، سعد الحارثي، ماجد عبد الله. السؤال، عيد السؤال. من هو هداف المنتخب السعودي في كأس الخليج؟ كأس الخليج بصفة عامة يعني بجميع الألقاب، هو أبرز الهدافين والهداف يعتبر رقم واحد حتى الآن لم يكسر رقم. ماجد عبد الله. ماجد عبد الله. كم هدف تقريبا؟ 19. طيب بدر. ماجد عبد الله. كم هدف؟ لا تسألني والله ما عندي خبر. لا تسألني. طيب. إعلامي ودنيا لازم يكون عندك الخبرة. ما لها شغل. سعيد. ماجد عبد الله 17 هدف.
17 عايض غششه عايض؟ طيب لا مو صحيح، حتى كمان عايض مغششه غلط. لا يا شيخ اي الين دحين انا اقول لك بالنسبه لي مالك معاذ. خليني طبعا ناخذ المتصلين، ولا طبعا اللي بالنسبه للاجابات حتكون على ارقام الرسائل على اس تي سي 851040 على موبايلي 66301 زين 70 13 13. طبعا عاجل وصلنا خبر الان، سيقام تتويج نادي الهلال غدا، وسيغيب رئيس نادي الهلال عن التتويج بسبب صلاه الجنازه على المغفور له صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز رحمه الله في مكه المكرمه رحمة واسعة إن شاء الله واسكنه فسيح جناته. خليني طبعا أطرح عليكم التصويت اللي حصل بالنسبة لأفضل إعلامي على طاولة المنصة. خليني أقول لكم أنه في المركز الأول بالنسبة للاتصالات حتى هذه اللحظة الإعلامي المميز سعيد المرمش، واللي نقول له طبعا مبروك، فاز هو المتصدر باتصالات والتواصل على مسامع المتصلين. خلينا نقول له ألف مبروك. يستاهل أبو علي، يستاهل أبو علي، أفضل إعلامي فاز بالاتصالات اللي موجودة. حتكون في هدية مقدمة بسيطة من طبعا يعني ما هي مقام طبعا أي إعلامي موجود على طاولة المنصة، لكن من فريق عمل المنصة اللي يقول لهم شكرا لأنكم أنتم رفعتوا من قيمة ومستوى هذا البرنامج. سعيد المرمش، والله أول حاجة شكرا لبرنامج المنصة، وشكرا لكل طبعاً المستمعين. طبعا هذا تصويت الناس مو مني ولا يعني، وشكرا لكل المستمعين في إذاعة المنصة، وهذا فخر لي صراحة. ألف. فهذا فخر لي ولله الحمد أنه هذا الجمهور معايا اللي دائما أبدا واقف معايا من يوم ما جيت هذا البرنامج، وألف شكر لهم. وإن شاء الله بإذن الله الآن في تعادل أستاذ محمد بين بندر وبين نبيل، يمكن يأخذها بدر عقيل لأنه في اليوم الأول جاب 56 هو أكبر صوت. طيب بما أنه طبعا في السوشيال ميديا على صفحة تويتر في الهاشتاج حق برنامج المنصة في إذاعة ألف، ألف مين أفضل إعلامي على طاولة المنصة، طبعا مناصفة حتى هذه اللحظة نبيل الثبيتي وبندر فلقي اللي نقول لهم شكرا، أنتوا إضافة قوية جدا لبرنامج المنصة. ولا ننسى أيضا بدر عقيل، مجموعة كلها عينين في رأس، ولكن نتكلم على التصويت 46% نبيل الثبيتي، 46% بندر فلقي، من 65,000 صوت 354 هذولي اللي صوتوا فقط للرباعي سعيد المرمش ونبيل الثبيتي وبدر عقيل وبندر فلقي، و46% حصل الصوتين اللي هو نبيل الثبيتي وبندر فلقي. طبعا مناصفة بين الاثنين أعتقد أنه يعني إيجابي جدا. أنس موسى يحل في المركز الثاني يعتبر بنسبة 55% من أصل 2143 صوت، ومنار شاهين 45% حتى هذه اللحظة أعتقد يعني محمد هم جو متأخرين هذولا يعني يستاهل. ثاني يوم لو كانوا في أول يوم ممكن، لو كانوا في أول يوم ممكن تعرف جماهير الهلال راح تساندوا ويصير المركز الأول. نعم. بس إنه تعرف جاء ثاني يوم وكذا، وهذا بعد يعني 46 جابها بندر ما شاء الله. طبعًا اليوم راح يكرمهم المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة في أمانة جدة وعضو شرف نادي الاتحاد اللي متواجد معنا على طاولة المنصة. يعني أول شيء نشكرك أنت بتواجدك معنا في طاولة المنصة، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا، يعني يعد سابقة أولى في تواجد طبعا واحد من المسؤولين المميزين على طاولة المنصة. لي الشرف أخ محمد على هذا الشرف اللي اديتينه هو، وأنا سعيد بتواجد الأخوان الإعلاميين معايا والمميزين في الحقيقة، ولي الشرف كمان بتكريمهم إن شاء الله، وهذا تكريم لي أنا يعني. كلام جميل، وإحنا الشرف لنا أكيد موصول. بندر سعيد يقول لك هذه بطولة بالنسبة لك أنت ونبيل، بطولة الصوت اليوم ماسك بطولة الصوت. أول شيء نشكر الجمهور اللي صوت على ألف ألف إف إم، وهذا دليل أن البرنامج متابع يعني عدد كبير بصراحة. يعني أنا ما صدقت يعني من البداية أنه ممكن نوصل لهذا الرقم، وأنا ونبيل الثبيتي باقي الزملاء جميعا مكملين لهذا البرنامج. أشكرك يا أخ محمد وباقي الزملاء المتواجدين، وخلاص مدام أنه نبيل ما جاء معناته منسحب. نبيل مناسبك؟ لا ما جاء خلاص منسحب. كلام بندر صحيح صراحة، ما جاء نبيل منسحب. نبيل احنا دعينا اليوم يجي، وبعدين يعني تعرف انت البندر يعني مدير نشر إلكتروني وكذا، ولا فزع أحد ولا أي حاجة، والرجل تعرف نبيل ما خلى أحد ما خلى
فتعرف انت يعني صراحة لا لا بندر عزيز. يعني صراحة كل المجموعة محمد صراحة يعني وعلى رأسهم انت العيال عبد العزيز أمين عايض كلهم ذول مكملين وسبب نجاح البرنامج صحيح. بأمانة صحيح. يعني إذا يعني قلنا نبيل قلنا بدر قلنا بندر قلنا منار شاهين كلهم هذولا أنس موسى كلهم صراحة كان لهم دور مميز في البرنامج وكل الناس هذولا ما رشحوهم ولا تكلموا عنهم إلا أنهم لهم قيمة وقيمة كبيرة وأشكر أنا البرنامج هنا أنه أعطى الفرصة لهؤلاء الشباب قدموا أنفسهم بصورة مرة ممتازة أيضا كذلك الإعلامي بدر عقيل من صحيفة هاترك شكرا لتواجدك على طاولة المنصة هذا لا يعني أنه أنت لما حصلت على التصويت في أول يوم وصلت 56% اليوم وصلت إلى 6% هذا دليل أنه في منافسة قوية في هذا التصويت ليس دليل أنك يعني لك قلة في الدعم وإنما هذا دليل على قوة التنافس ما بينكم هذا الشهر الأول اللي صوتنا فيه الشهر الثاني ممكن يكون معدلك غير وأكيد متابعة تزيد من خلال برنامج المنصة كلكم إضافة بالنسبة لنا في طاولة المنصة وإضافة لي شخصيا أنتوا رفعتوا من قيمة البرنامج أكيد قبل مني أول شيء أشكرك أخوي محمد وأشكر الزملاء الأخوان بأمانة الله يعني قدمنا عمل مميز الشباب بندر فلقي ونبيل ثبيتي وحبيبنا سعيد المرمش وأنس موسى ومنار شاهين وفيصل زيد بأمانة الله يعني البرنامج الحمد لله ماشي في خطى النجاح بعيدا عن البرنامج أخوي محمد بس تعذرني وبعيدا عن العاطفة أنا التقيت بوالدك العم غازي في أحد المناسبات أسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يجعله إن شاء الله بإذن الله في أحسن حال بإذن الله كلام جميل وشكرا يا بدر يعطيك ألف عافية المهندس حسن غنيم العميد صالح الرفاعي راسل لي رسالة على الجوال يقول لي صوت المهندس حسن ما كان واضح ولكن بلغوا تحياتي وقل له صوتك مميز على أثير ألف ألف الله يكرمك ويكرمه وهذا شرف لي بتجوادي في المنصة اليوم شكر لكم وصول أنتم مستمعين الكرام حتشوفوا طبعا أكيد صور تتويج الإعلاميين المميزين بهدايا قيمة من فريق برنامج المنصة مقدمة طبعا للإعلاميين على طاولة المنصة بتسليم طبعا المهندس حسن غنيم حتشوفوها في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر هاشتاغ برنامج المنصة تشاركونا دائما ربما من الأسبوع المقبل سيكون طبعا من متصلين المنصة واحد من ضيوف الطاولة في المنصة نترككم طبعا مع نهاية أسبوع إن شاء الله بإذن الله شيقة وجميلة وأنا أقول لكم شكرا أنكم أنتوا رفعتوا قيمة برنامج المنصة وخليتوا الرقم واحد بين الإذاعات جميعها إحنا نقول لكل من يسمعنا شكرا من القلب شكرا لكم أجمل تحية ولكم أجمل ود مني أنا شخصيا من الميكروفون محمد غازي صدقة على ما قدمتوه لهذا البرنامج اللي خليتوه فعلا الرقم واحد بأصواتكم ومتابعتكم وأيضا آراءكم برنامج المنصة منكم وإليكم ونقول لكم تحياتنا والسلام عليكم ولقاءنا إن شاء الله يوم السبت في توقيت الساعة 10 مساء هذه تحياتي محمد غازي صدقة أقول لكم تصبحون على خير ويكند إن شاء الله غدا جميل